هي مش أقل من بنت خالتها، وفرحي لازم يتعمل في القاعة اللي عمل فيها ابن عمي، والشبكة ما تقلش عن المبلغ الفلاني والعيار العلاني. دي جمل بنشوفها ممكن في أعمال درامية كتير، بس لو نزلنا على أرض الواقع بكل أسف بنلاقي جزء كبير منه حقيقة. وفي حقيقتنا النهاردة هنتكلم عن ارتفاع تكاليف الجواز، وإزاي نقدر نبني حياة أسرية بأقل التكاليف أو في إطار الاستخدام الأولي في حياتنا، يعني مش محتاجين كل البهرجة يعني اللي احنا بنتكلم فيها. لكن المشكلة الأكبر اللي بتواجهنا إن في عادات وتقاليد هي اللي بتتحكم فينا، وفي نظرة مجتمع احنا حاطينها أولوية لينا، مش مهم احنا نعيش سعدة نعيش تعسة، مش مهم، المهم المجتمع هو اللي يكون راضي عننا. في ناس بتحسبها كده، وكتير مننا بيلاحظ ارتفاع معدل الطلاق من جانب تاني في السنة الأولى تحديدا من ضمن أسبابه الرئيسية ارتفاع تكاليف الجواز. فتلاقي إن العريس والعروسة بيدخلوا مديونين، والديون بتعمل ضغوط عليهم، والضغوط أكيد بتولد مشاكل نفسية ما بين الطرفين وما بيستحملوش، فممكن يحصل طلاق. ده غير بقى الأسباب الأولى، لأن احنا يعني بدل ما نخليهم ان هم يفكروا ازاي ينجحوا الأسرة بشكل أولي، لا احنا بنخليهم ان هم يفكروا ازاي يسددوا ديونهم اللي عليهم. عشان مين؟ عشان يرضوا المجتمع اللي هو فيه مسلمات موروثة احنا مش عارفين ان احنا نغير. معنا الدكتورة إيمان عبد الله، استشارية العلاج الأسري والصحة النفسية، معانا دلوقتي عشان نقدر نشوف هو الزاوية النفسية أخبارها إيه. دكتورة إيمان، وتحياتي لحضرتك في البداية. يا أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين، أهلا بك. هو المجتمع للدرجة دي لازم يكون راضي عننا عشان نعيش سعداء أو نعيش مطمئنين؟ والله وحسب نظرتنا احنا. يعني اولا بسم الله الرحمن الرحيم، وبشكرك على المقدمه، انت لميتي فيها كل الكلام اللي انا تقريبا عايزه اتكلم فيه النهارده. هو الناس بتبص على المجتمع ليه؟ لان احنا نظرتنا الداخليه عن نفسنا ان احنا عايزين نتباهى وعايزين نشوف نفسنا في احلى شكل، في احلى فستان فرح، اقلد بنت خالتي، اقلد السوشيال ميديا، يعني اتشبث جدا بشويه الكراكيب اللي عندي، اللي هي العادات والتقاليد اللي انا ماسكه فيها، اللي هي بتدي الاسره مش بتبنيها. كراكيب، الكراكيب، ما هي كراكيب فعلا. لما يبقى عندي نسبه طلاق رهيبه كل سنه كل دقيقه، لما يبقى عندي غريمات بيخشوا السجن عشان امي تجايزني، واخده بالك؟ اما يكون عندي مشاكل اسريه، هم مش عارفين المشاكل اللي بينهم ليه، يعني لما بيجوا يقولوا احنا كنا بنحب بعض جدا يا دكتور، بس مش عارفين احنا ايه المشاكل دي. زي ما حضرتك قلتي، هو ان انا داخل بقروض او داخل عليا حمل مادي، فبالتالي انا مش عارف ان المشكله دي سببها ماديه، فبالتالي بيحصل ايه؟ بيحصل طلاق او بيحصل مشاكل مستمره مع الزوجين، لان انا داخل متوتر وداخل مضغوط في حياتي عشان ارضي برضو المجتمع مش ارضي نفسي، وفي الاخر بفضل انا في دايره مغلقة أنا والزوجة، زوج والزوجة، يعني علشان يوفوا التزاماتهم، رغم أن أنا عايش في متحف مليان تحف ومليان نيش ومليان النيش ده اللي هو ممنوع الاقتراب منه، وأوضة نوم فخمة جدا، وسفرة مفيش حد بياكل فيها أصلا، وكل ده وأنا قاعد مديون. يعني خدت بالك؟ يعني أنا فاقد استمتاعي بالحاجة اللي أنا عايش فيها. هي الفكرة يعني يا دكتورة إيمان، بما أن احنا عندنا برضو عقدة خواجة، يعني دايما بناخد بس الحاجات اللي هي بتبهرنا من العالم الغربي، لكن لو في نقاط إيجابية يعني دايما بنشوف كده أن هم بيتعاملوا بمساحة الدنيا المحدودة. أيوه صحيح. يعني هم رايحين يتجوزوا، فاحنا بالفعل احنا محتاجين اشياء اساسيه هي اللي بتكون بيتنا الجديد. ده حقيقي. لا بيجيبوا بقى نيش، ولا بيجيبوا كريستالات، ولا بيجيبوا الحفه ومفارش والحاجات الكتيره. أيوه. دي الفكره دي ازاي؟ يعني هي ثقافه مجتمع، ما احنا لقينا المجتمع شايف ان دي هو ده المعدل الامثل او المثالي من وجهه نظره. طبعا انا بقى كبنت او حتى كراجل داخل اتجوز، ازاي اقدر ان انا اواجه الموضوع ده؟ ممكن اكون انا مقتنع، بس الطرف اللي انا بحبه هي مش مقتنعة لانها يعني منجذبه لاهلها. المشكله دي تتحل ازاي؟ اولا بصي حضرتك، هو في متغيرات عالميه، فالمتغيرات العالميه دي بتخليني المفروض ان انا كاتنين هيتجوزوا نبص بنظره مختلفه، ان في انحدار اقتصادي في العالم كله، فبالتالي مش انا برضو لسه ادور على النيش وعلى الحاجات دي ونخسر بعض والجوازه تبوظ علشان انا عايزه وهو مش عاوز، او علشان حد مقتنع وهادي والتاني مش عاوز. طبعا ممكن الزوج هو اللي يكون عاوز على فكره، وممكن الزوجه هي اللي تكون عاوزه في بدايه الحياه، هي اللي عايزه فستان
وهي اللي عايزه مكان يتعمل فيه الفستان بتاعها والفرح والكلام ده كله. انا بقول نحل المشكله ازاي. ماليزيا عملت حاجه حلوه قوي يا رب تتعمل عندنا. فرقع لي القنبله بقى دلوقتي. هي ماليزيا عملت ضرايب للناس اللي بتطلب في الجواز حاجات كتير، خلاص طلبت سفره، طلبت اوضه نوم، طلبت حاجات كتيره جدا ممكن تيجي بعدين، دول عليهم ضرائب. ادي اول حاجه. تاني حاجه ان كل الدراسات اللي اتعملت زي ما حضرتك قلتي انه الطلاق بيبقى اول سنه بسبب الحاله الاقتصاديه، تمام. الحاجه الثانيه انا بقول عليها نعمل اولويات، يعني مش ضروري ان انا اجيب اوضه اطفال، مش ضروري ان انا اجيب نيش متكامل، ما هو ما حدش هيستخدمه. يبقى انا لما افكر في نفسي بقى ونقلب المنظومه اللي احنا تربينا عليها اللي هي ارضاء المجتمع، مرضي نفسي. ما كل ام واب يفرحوا اولادهم ويعينوا لهم الفلوس دي يعملوا بيها شهر عسل لنفسهم، يعملوا بيها دفتر توفير، يعملوا بيها حاجات لاولادهم اللي جايين المدارس اللي ليها مصروفات. وانا لو تعبت في اي وقت يبقى انا برضو مش هقعد في المتحف بتاعي اللي هو اسرتي وسط النيش واقول يا جماعه لله، ما هو لا، انا دلوقتي عامله تخطيط مالي قبل الزواج، اشوف ايه اللي هجيبه الاول وايه اللي ممكن يجي بعد كده. على فكره انا عندي حالات ابتدت نظرتها تتغير وانا بحييهم. انها تقول لي دكتور انا مش لازم اجيب يعني 50 فوطه، انا رافضه المنطق ده. ليه؟ لانها بتحب خطيبها وعارفه ان خطيبها ده لسه بيبدا في حياته والمفروض ان احنا نجيب الحاجات البسيطه اللي تمشي بيها الحال. يعني كلنا عايزين الحاجات الاساسيه، الحاجات الثانيه تيجي بعدين. ولما يكون انا عندي سيوله يعني جزء مادي ده اقوى من اي حاجه امتلكها. امتلكها ولا تتباع ولا تشترى، يعني انا هعمل ايه بكوبايات، هعمل ايه بصيني بعد كده لما اكون انا محتاجه فعلا عندي ازمه ماديه او حاجه الى كده. لكن ان احنا ندخل بقروض مرفوض. ندخل واحنا يعني اهالينا بعد ما عايزين يتباهوا بشبكه بنتهم وبالفرح ويرجعوا بعد كده يحطوا ايدهم على خدهم وزعلانين علينا، مش هنستفاد احنا بالزعل. بخصوص اهالينا عايزين نعرف بعض الاراء في الشارع المصري عن الموضوع ده ونرجع تاني لحضرتك. يبتدوا بالحاجات الاساسيه ومش لازم كل حاجه من الاول تبقى اغلى حاجه. يعني الدوله ساعدت شويه في تكلفه الجواز بتوفير السكن الى حد كبير، فاحنا نساعد اولادنا علشان يبتدوا حياتهم. وبرضه لازم الاهل يتفهموا ده، مش لازم يبتدي بكل حاجه، مش لازم يبتدي بكل حاجه اغلى حاجه. يجيبوا مثلا جميع انواع اطقم الحلل، مش اوركوبال، تيفال، مش لازم عندها مثلا اربع اطقمه، كل طقم بتاع 2000 3000 جنيه، ده طبعا غير مبرر. كفايه واحد لما يبقى يبوز نبقى نجيب غيره. لا والله هو استقرار، بس هي الاهل اللي هم خلوه عبء وخلوه مسؤوليه وخلوه خطوة كبيرة على الشاب. يعني لما ربنا يكرمك تجيب الحاجات اللي هي العالية، إنما هم يعني دماغهم إن هي لازم بقى تجيب لك الحاجة اللي هي اللي تقعد معاك العمر كله. ما هو برضو ده برضو من الأعراف بتمشي، يعني في المنطقة نفسها بيبقى فيه عرف إن هو بيبقى ماشي للحاجات ديت، اللي العريس بيجيب الحاجات ديت أو العروسة بتجيب الحاجات ديت بيبقى كده. لكن عاوزين نغير المفاهيم دي شوية. مثلا بند النيش مثلا ده حاجه مبالغ فيها، الشبكه الكبيره، مؤخر الصدائق كتير قوي، الحاجات دي كلها بتعمل اعباء على الشباب ان هم يقدموا على الزواج. ساعات بيبقى مثلا في ناس ما عندهاش مقدره انها تجيب كل حاجه، وتجيب مثلا حاجه زي اوضه اطفال قبل ما ربنا يرزقهم باطفال. ساعات بيبقى في حاجات مبالغ فيها، يعني بيبقى حاجات ممكن تتجاب بسيطه او سيمبل او ما فيهاش او مش غاليه، ونجيب برضو لازم نجيب صالون فخم جدا، نجيب مش عارف حاجات ما في، يعني حاجات اوفر، مع ان احنا ممكن نجيب نفس الحاجه تقضي نفس الغرض بس التكلفه اقل. خلينا نتكلم بصراحه دكتوره ايمان. الكلام سهل، ايوه، والتحليل اسهل، صح، وان احنا ننظر يا خرابي، يعني دي حاجات بتبقى اسهل منها ما فيش. لكن على ارض الواقع بيبقى فيه مشكله، خاصه ان المشاكل النفسيه والاجتماعيه دي في غايه التعقيد، وحلولها بتبقى صعبه جدا ومحتاجه زمن وطول نفس كبير. احنا لحد دلوقتي عندنا قيمه البنت بشبكتها، ايوه، بمهرها، بقيمتها، صحيح، بجهازها، ما حدش يقدر ينكر، محدش يقدر ينكر. كل اسره بتبقى شايفه بنتها دي اغلى حاجه في الدنيا، فمحتاجين احسن جهاز، احسن فرح، احسن كل تفاصيل لازم تكون عندها، وهم نفسهم مجهزينها، وهم ممكن يكون مديونين الاب والام بس بيجهزوها احسن جهاز. نواجه الثقافه دي ازاي؟ اولا بصي، طالما احنا ماشيين بمبدا كده اللي هو المبدا الغلط اللي هو عند معظم الناس، اللي يعجبك اشتريه، بس مش في سوق الزواج او مش في منظومه الزواج. يعني اللي يعجبك اشتريه ده لما تكون انت في سوق، اما اللي يعجبك يعجبني ايه يعجبني ايمان واشتري، ما ينفعش. المفروض ان انا ايه بشتري عقل،
وبشتري منطق، وبشتري واحده عارفه يعني ايه زواج. كفانا تركيز على الماديات، لان كل المشاكل اللي بتجيلنا هي ان انا داخله مش عارفه حاجه في الجواز، لان كان كل تفكيري ازاي اجهز احسن جهاز، وازاي ابقى انا عندي شقه حلوه، وبعدين ابقى مش عارفه اي حاجه في الجواز ولا بعرف احل ازاي اصلا إزاي. تبقى قيمه البنت ماديه كده، لا ما بوز بنتي ازاي ماديا كده؟ مرفوض بدليل يعني احنا برضو نحط الناس على ارض الواقع. كل اللي وزنوا بناتهم ماديا ورجع لها الماده بعد ما بتطلق بتستفاد بيها في ايه؟ هتبقى سند، لكن في الاخر هي جرحت، في الاخر هي اتكسرت، في الاخر في بيت انشق اتنين، انشطر اتنين. لكن لما يبقى يعني زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال انه احنا لما بنيجي نختار المراه بنختار المراه المتدينه، ليه؟ لان دي اللي هتقدر تعدي بالحاله الماديه وتعدي بزوجها لبر الامان وتعدي بتربيه اولادها، اللي كذلك بتتقل. اللي بتتقي الله كذلك الزوج اللي هو من استطاع منكم الباءه، اللي هي مش الفلوس بس يا جماعه، اللي هو عارف يعني ايه يفتح بيت، عارف يعني ايه عامل ست، عارف يعني ايه يحافظ على اولاده، مش هيبقى في بقى نظره الماده. طيب الزاويه دي بما ان حضرتك فتحتيها، طب ما احنا نشوف الدين بقى بيقول لنا ايه. فضلت الشيخ ابراهيم رضا من علماء الازهر الشريف معانا دلوقتي على التليفون. فضلت الشيخ تحياتي لحضرتك واهلا وسهلا بيك. حضرتك استاذه ايه ولضيفتك الكريمه ولكل مشاهديك الكرام في كل مكان. هو يعني الدين او يعني شرع ربنا بشكل عام بيقول ايه في موضوع تسهيل الزواج ما بين الطرفين لمنع الفتنه في الارض، بيقول ايه؟ الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الدين بيقول إيه اللي قاله ربنا لما أنزل الآية وقال بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الدين بيقول ان الاصل في العلاقه الزوجيه انها علاقه موده ورحمه. طيب الدين كتطبيق في حياه النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما تزوج وحينما زوج ابنائه صلوات الله وسلامه عليه ضرب لنا اروع الامثله في البساطه. يعني يكفي ان احنا نعرف ان الزهراء ريحانه قلب النبي محمد. سيدنا النبي سال سيدنا علي بن ابي طالب لما جه يخطبها هل معك من مهر؟ قال له والذي بعثك بالحق لا أمتلك من الدنيا شيء. قال له مش كنت شايف عندك كده درع كنت بتستخدمه في الحرب؟ قال له بس كفاية ده هاخده على سبيل الرمزية. فهو المهر يا جماعة زي بعض الناس ما بيجي يسوق له ما هوش ثمن للمرأة، ولكن هو إعلان عن مصداقية الرجل في تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه لأنه هيبقى رب أسرة. فهنا هي دي البداية اللي بدأها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث الصحيح أقلهن مهورا أكثرهن بركة كما أكد النبي صلى الله يعني عليه إيه؟ وسلم. يعني إيه فضيلة الشيخ عشان نفهم الناس أكتر؟ يعني أنا قيمة البنت عندي مش الفلوس؟ قيمة البنت مش الفلوس ولا هتكون الفلوس أبدا. بدليل اولا البني ادم مننا يا استاذه ايه لا يقدر بثمن، يعني ده صنعه ربنا، الادمي بنيان الله، فما فيش حاجه اسمها ان انا بتمنها وبدفع كذا، لا الكلام ده كله كلام اختراعاتنا اللي للاسف الشديد الحقت بينا وباسرنا بالغ الضرر. ولو كان المهر ثمن كان النبي قال اذا جاءكم من ترضون غناه فزوجوه، ولكن سيدنا النبي قال اذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، وفي رواية وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. إلا هنا استثناء، وهو ده اللي احنا عايشينه، احنا عايشين في الفتنة. النهاردة نزيل القرى اللي احنا عمالين نطلع الأمهات من السجون شيكات على بياض، إيصالات أمانة على بياض، واحد حاطط لك عربية مش هقول لك الماركة عشان ما تبقاش من باب الدعاية والإعلان، حطت العربية في الزفة عربية تكاد تكون 4x4 وحطتها لك على عربية تانية محملها وراحة في الزفة، مئات 50 بطانية 250 لحاف 3 غسالات 3 شاشات، كل ده ما أنزل الله به من سلطان. وخلينا أقول لك إن المركز القومي للحسن اجتماعي والجنائي لما بيتعرض للحالات دي أخطر سنة بتمر على الزوجين السنة الأولى، هي أعلى نسب الطلاق بتسجل في السنة الأولى. عارفة ليه؟ لأن الفاتورة عالية عليه مش قادر يكمل، فيبدأ يبص لها بصة
احتقان، وتبدأ المشاعر الإيجابية تتحول لمشاعر سلبية، ويفقد معنى السكن، وتموت المودة، وتتلاشى الرحمة، ونتنازع أمام القضاء والذين واقفين في ساحة القضاء بالملايين. يعني خلينا أقولها لك كده، بالملايين قضايا. طيب نصيحة قليلة أخيرة من حضرتك يا فضيلة الشيخ لأي حد بيسمعنا دلوقتي، سواء ولي أمر أو أم أو حتى طرفين مقبلين على الزواج، تنصحهم بإيه؟ والله أنا نصيحتي إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى ما يسمى الكفاءة. الكفاءة ما هيش معاه كام بس، الكفاءة العلمية. وبعض الناس متخيل إن المتدين اللي مربي ده إنه مقصر الجلبية. سيدنا النبي بيتكلم عن صاحب الخلق اللي هو مين؟ الذي إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يهنها. دي تعاليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم رفقا. يعني أنا لما أجي أعمل فرح يا أستاذة آية وأكلفه 800 ألف جنيه ولقي تاني يوم ولا بعد أسبوعين العروسة راح شغلها بتتنطط في المواصلات، طب هل أليس هناك عاقل يقول طب يا أخي اشتري لهم سيارة على الأقل، يبقى أنت كده قدرت تغنيهم. عايز أقول إن البركة الحقيقية في أن نعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نعلم الناس أن الدنيا قنطرة إلى الآخرة جعلت للعبور والمرور، فعلينا أن نلزم جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق ربي حين زكاه بقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فضيلة الشيخ إبراهيم رضا من علماء الأزهر الشريف، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. نصيحة أخيرة يا دكتور. أنا بقول إنه وقت الحياة الزوجية بسبب التكاليف المادية، فلو عايزين حياة متدفقة، حياة فيها توافق، بلاش ننظر للآخر بنظرة سلبية اللي هي النظرة المادية. طول ما أنا بنظر لزوجي أو زوجتي على أساس المادة، دي نظرة سلبية تؤدي إلى انهيار الأسرة بالكامل. نسأل على بعض بدل ما نسأل عن أملاك بعض، نسأل عن بعض خلقه إيه، من عيلة إيه، معاها ايه، بتتعلم ايه، بتقرا ايه، بتتعامل مع الناس ازاي. اهم ما اقول هي عندها كام في البنك او هو عنده كام في البنك او عربيته، لان كل ده زايل وانتوا الاثنين اللي هتعيشوا امام بعض. نرجع للطقوس القديمه الحميده والعادات اللائقه علشان نرجع تاني في تربط اسري حتى لا تزيد عدد الطلاق والغريمات ان شاء الله. دكتوره ايمان عبد الله، استشاريه العلاج الاسري والصحه النفسيه، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام في متابعه حلقه النهارده من برنامجكم الحقيقه. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل واشوفكم على خير.